السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام من جديد. النهاردة إن شاء الله استكمالا لدروس الرسم على الموبيليا، عندنا باب شقة هنرسم في ظهره رسمة بالخطوات من الألف للياء بناء على طلب المتابعين. أول حاجة طبعا أنا هاخد نص المسافة، يعني أي رسمة فيها تماثل أول حاجة بعملها إن أنا باخد نص المسافة. هنا أخدت نص المسافة. اول حاجه انا مثلا عايز اعمل رسمه فيها شكل بيضاوي في النص، هتعلم اول معلومه النهارده ازاي ارسم الشكل البيضاوي بطريقه منتظمه ويكون مظبوط 100%. لو انا افترضت ان انا عايز ارتفاع الشكل البيضاوي مثلا من هنا لما هنا كده، فانا هجيب مسمارين واقل من الارتفاع اللي انا عايزه وابدا احط المسمارين دول على الخط. بعد ما حطيت المسمارين كده انا جبت خيط وربطته برضه بمسافه اكبر من المسافه بين المسمارين، وبدات اثبته على المسمارين بالشكل ده كده، وهبدا بالشكل ده كده انا رسمت شكل بيضاوي منتظم بنسبه 100%. طيب عايز اعمل كمان مسافه اضيق منه، شكل بيضاوي اصغر منه، هبدا اضيق مسافه الخيط شويه بالشكل ده كده، واشتغل بنفس الطريقه اللي اشتغلت بيها قبل شويه. هبدأ بقى دلوقتي أخطط لشكل الزخرفة أو التصميم اللي أنا هنفذه. طبعا أنا مفيش في دماغي أي حاجة، ولكن الشكل الطبيعي للزخرفة اللي هي هيطلع من الشكل البيضاوي اللي أنا هرسم هنا منظر طبيعي مثلا، بطلع منه زخرفة بالشكل ده كده، وهبدأ طبعا أعمل فيها مجموعة من التفاصيل اللي هتكمل الرسمة. اخلص بقى تظبيط الطبعة وبعدين اقلبها الناحية التانية زي ما احنا متعودين. انا استخدم الكربون الازرق العادي عشان اشف الطبعة. ده الجزء اليسار بعد ما شفيته. انا كده عملت الجزئين شمال ويمين بالشكل ده. طبعا لو احتجت ازود شيء في النهاية هزوده، ولكن مبدئيا انا عملت الخطوط الاساسية اللي هبدأ على اساسها اشتغل واملأ الزخارف اللي احنا شايفينها قدام. بعد كده هبدأ مرحلة الملو بلون سهلة جدا، اللون طبعا اللي يناسبني. المهم ان هو يظهر شغلي وفي نفس الوقت ما يبقاش اللون شاذ او بعيد عن الدرجات اللي انا بشتغل بيها. طبعا اول طبقة في الملو دي مهمة جدا، لان هي الاساس اللي احنا بنمشي عليه في باقي الدرجات التانية. يعني مهم جدا ان احنا نهتم بالملو في اول وش، عشان ده اللي هيظبط باقي الخطوط وانا شغال بعد كده ان شاء الله بالدرجات الاغمى والافتح. طبعا لو في حاجة انا محتاج ان انا اديلها وش تاني انا بديلها الوش التاني وبسيبها لما تنشف، وابدأ اخش بالدرجة الاغمق من كده.
او الدرجة اللي افتح، مش هتفرق يعني، حسب اللي يريحني في الشغل. فانا هبدأ ادي تأثير الفاتح، وهحدد زي ما اتعودنا قبل كده ان احنا بنحدد اتجاه الاضاءة، مثلا جاي من ناحية اليمين، فانا اخلي ناحية اليمين لحد ما على قد ما اقدر هي الدرجة الفاتحة. الدرجة مش فاتحة قوي، ولكن هي درجة افتح من الدرجة الاولى، بحيث ان تقسم لي الرسم وتبين لي تفاصيله اكتر. يعني في الورقة اللي انا برسمها دي دلوقتي، بلاحظ ان بمجرد ما عملت الدرجة الافتح بدأت تقسم لي الورقة وتديني تبين لي التفاصيل اللي موجودة في الرسمة. وهمشي نفس الدرجة دي على التصميم كله، برضو بحاول على قد ما اقدر ان انا اعمل اتجاه للفاتح زي ما اتفقنا. طبعا اللون او الدرجة الثالثة رقم ثلاثة اللي ببدأ اسميها بقى مرحلة التنكير، او ان انا يعني لو هعمل تسيح بالغامق او تحديد زي ما انا بعمل كده، وتأثيرات او تهشير بسيط يديني برضو ايقاع في الرسمة ويظبط لي التفاصيل اللي مش متبينة في الرسم او ما ظهرتش بعد اللون الفاتح. الخط اللي هو ناحية اليسار دايما بعمله غامق، طالما انا عملت الاضاءة من ناحية اليمين فبعتبر ده اللون الغامق عندي او الاتجاه البعيد عن الاضاءة، فببدأ اغمقه. والاماكن اللي محتاجة اظهر فيها التفاصيل ببدأ اظهر التفاصيل زي ما قلت بمجموعة من التهشير او الخطوط. طبعا اللون الغامق ده او التحديد دي حاجة اساسية في رسم الموبيليا، يعني انا ممكن استغنى عنها في رسم الجدران مثلا او الترومبلوي، ولكن في تحديد الموبيليا في الغالب بتبقى بقلم التحبير، وممكن بفرشة رفيعة بعملها زي ما انا شغال كده او ارفع من كده كمان، وما بتبقاش تحديد كامل، بتبقى بس يعني زي تنكير كده اتجاه الغامق فقط، او الاماكن اللي محتاجة ان انا اظهر فيها التفاصيل، الاماكن اللي فيها ظل المفروض ورقة راكبة على ورقة مثلا فبتعمل ظل تحتها، فببدأ اغمق برضو بنظام التهشير بتدرج كده، بسحب الخطوط يعني على ما فيش. Oh.
وبكده نكون خلصنا رسم الزخارف. طبعا لها تكمله ان شاء الله هكملها معاكم يا اما في فيديو جديد او في بث مباشر حسب ما يتيسر ان شاء الله. ده الشكل العام. هنبدأ دلوقتي نرسم المنظر الطبيعي. ممكن استبدل المنظر الطبيعي ببوكيه ورد حسب برضو رغبة الزبون او حسب اللي انا شايفه انسب. انا كالعادة دي تجربة، فبنفكر مع بعض. تقدر ان انت تنفذها كده بمنظر طبيعي، تقدر ان انت ترسم ورد حسب راحتك. هنا على القشرة طبعا بتحتاج تاخد وشين، فانا عملت بس الوش الاول وبدأت اشتغل تاني. محتاجة ان هي تاخد وقت كبير عشان تنشف، وبعدين ببدأ اعمل تأثيرات او رسم المنظر الطبيعي اللي اتكلمنا فيه كتير. ما اعتقدش ان في مشكلة، منظر بسيط مش محتاج مني اعمل فيه تفاصيل كتير، لان هو حاجة مكملة بس للرسم. والمنظر الطبيعي مع رسم الزخارف على الموبيليا من الحاجات الكويسة جدا اللي بتظهر تفاصيل الشغل وبتعطي انطباع كويس، وشكل الشغل حتى بعد الرسم وبعد ما بيترش بيبقى ليه روح حلوة كده وشكله جذاب، يعني بيعجب الزبون وبيعجب صاحب الشغل نفسه. انا معاكم برسم منظر بسيط اللي هو المية والجبال والسحاب والشجر، رميت ارضية اسود وبدأت افتح عليه بالاصفر. انا ما استخدمتش اخضر خالص برضو عشان الالوان تكون الى حد ما ماشية مع الشغل. لسه هيجي عليها لون الرش لما الاسترج يشتغل على الباب، طبعا بيختلف الوضع تماما. تبدأ بقى تبان كأن الرسم جزء من الموبيليا. هنا نلاحظ بس الشجرة دي حاولت اغير لونها شوية بحيث ان يبقى فيه تباين في الالوان. وبرسم بقى تفاصيل بسيطة كده في النهاية. الحاجات دي بتكمل المنظر وبتعطي شكل حلو جدا للشغل زي ما احنا شايفين. بس ده كان درس النهاردة، اتمنى ان هو يكون عجبكم واكون قدرت اوصل معلومة للناس اللي كانت بتسألني عن رسم الموبيليا. طبعا لو الفيديو عجبكم ما تبخلوش علينا بلايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.